إن شاء الله يحقق هدفه بهذه الشاب بإذن الله، ومن خلفه ومن أمامه ومن جنبه إن شاء الله. ونحن جاهزين تحت أي لحظة. الميدان ما علينا غريب، وسإن شاء الله ذات يوم نجيبه في الميدان نتكلم مع هذه المخاطبة مع دكتور أمامه إن شاء الله. ونوصي الدكتور خليل، هذه المخيمات له مشقات، له هوائج، لكي ينظر بعين الاعتبار لأهله هذه الموجودين في المخيمات، وكان الطالب وبعض الأشياء النقص عندهم لديهم، يعني نوصوا لكي يفيدنا بعض الأشياء إن شاء الله. لا ننسى شكر هذه الوفد الزائر، أتى بمشقات وصلوا إلى أقصى مخيمات، بس أمير جاني وراجعين جونا في هذه المخيم جبل لكي يجلسوا معنا ويودوا الرسالة للقائد المنادل دكتور خليل، ونقول لهم ألف شكر. وأمنا الفرشة الدودين ناصر، هذا الفرشة الذي طلع من بلاد أهل هذه الناس المظلومين، هو الفرشة واحد مستوى المخيمات الجنوبية إلا بل ترى الفرشة واحد صحيح. أنك شهدنا، نقول له في هذه المنبر أن إحنا ما نقول هذه الفرشة، ودعنا نتأكد لكم، ليس أنا قلته، أهل قبيلة كلها قالوا سلطان هذه المساجد فرشة دودين ناصر محمد. ومن هذه اليوم إحنا ما نقول فرشة، نقول سلطان. سلطان راسك فوق. وجاهزين ونعل مكانه وكرسية السلطنة بإذن الله في هذه أمنا إن شاء الله. وأيضا نوصي النساء الذين يبعثون بالتعليم، نحن عقدنا ندوات كبرى في هذه المخيم لكي ينقرضوا النساء في التعليم. التعليم ما عنده صغير ولا كبير، التعليم هو إصرار، التعليم هو إصرار. في هذه المخيم ناس وصلوا أصروا، كانت ما بعرفوا هذه الحرف، هسا بيجوا بكتبوا ممكن أي حرف، ممكن أي رسالة جبته ممكن ينفذ لك أي حاجة، وممكن يحدث إذ بك إنجلش توالي.